مشاهدينا الكرام وفي قهوة عربي مساء الخير، مرحبا بكم في فنجان قهوة جديد. نترشف هذا المساء مع شخصية ستحملنا إلى عوالم جديدة، سنبحر معا في أماكن أكثر شساعة وأكثر جمالا. اليوم باش نتعرفوا على شخصية تونسية استثنائية. أتحدث عن سلطان الحرف، عن الحروفي، عن الفنان التشكيلي، عن مواطن العالم إن صح التعبير، عن نجال مهداوي أتحدث. أهلا بك نجال مهداوي. أهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك وفرحانة برشا صدقا في قهوة عربي اليوم باش نتحدثوا مع الفنان الكبير والفنان القدير اللي مشرفنا في كل المحافل الدولية. الشخص هذا اسمه نجال مهداوي. نتعرفوا أكثر على ضيفنا هذا المساء في قهوة عربي في الورقة التالية. ضيفنا في قهوة عربي قام إبداعية كبيرة، أشع وطنيا عربيا ودوليا، فنان رفع راية تونس في المحافل الدولية. قلة هم الفنانون الذين حققوا لتونس ما حققه نجال مهداوي. نشأ في عالم من الألوان في حضن أم تمتهن التطريز، تبرع في تطويع الأشكال وتبدع في مزج الألوان. ضيفنا من مواليد أواخر ثلاثينات القرن الماضي، عاصر جماعة مدرسة تونس التي تضم نخبة من الفنانين التشكيليين على اختلاف مدارسهم، لكنه كان متمرداً ناقداً محباً للون وتدرجاته. عاش الكثير من التجارب الوجودية الفنية بين الحل والترحال في مختلف مدارس الفنون، جذورها وأدواتها وألوانها، ليطلع ويتعظ ويتغير ويتشبع بأهم الدروس. لن تبلغ مرادك في التميز والتفرد إلا بالبحث في دواخلك. جوازك لهذا العالم هو جوهرك، هويتك. بعد تجارب تجريدية يعتنق نجال مهداوي الحرف عقيدة فنية ليكون سلطانه وسولجانه، ويتماهى معه في تجربة فنية فريدة يطوعه جسورا ومرافق. لوحات مبتكرة في إبداع لا متناهي، يطوي المساحات يكتسحها حروفا غازية في جمال أخاذ. نجال مهداوي المعلم لوماتخ، فنان تجرد من كل مدارس الرسم، أخذ منها وكونها لخدمة سلطان الحرف. هو الفنان التشكيلي الحروفي الرسام، هو المبدع التونسي العربي الذي بقي وفيا لجذوره، استنتق تراثه فجعل له روافد لا مدى لها. إنه بكلمة واحدة خرافة. يقول عنه نزار قباني: نجال مهداوي ليس رساما مبدعا فقط، ولكنه خلاصة الشعر والرسم معا. آفاقه لا تشبه آفاق الآخرين، وألوانه أغنى من قوس قزح. باسم الشعر أحييه وأحيي أصالته وتفرده، إنه في كلمة واحدة خرافة. خرافة لا تدرس في كليات الفنون الجميلة بتونس، ويجهل الشباب إبداعاته، وهو من طوع الحرف وكونه على الجسد، على الحيطان، على البلور، على الخشب، على القماش والستر والزرب الملونة، على الطائرات، على المساجد، على المجوهرات، على الطبول، وعلى كبرى المنارات الثقافية. العالم يلهج بحروف نجال مهداوي، ضيف قهوة عربي هذا المساء. نجال مهداوي ابن تونس العاصمة، ما بين باب سويقة ما بين المرسى. كيفاش بدأت رحلتك مع الألوان؟ كيفاش بدأت رحلتك مع الحرف؟ سؤال كبير. مواطن تونسي من مواليد باب سويقة، وعشت في منطقة المرسى، في المرسى. الوالدة كانت طرازة بالمفهوم يعني شعبي، وكثير من أعمالها بالمخطوطات، ولكن ليست خطاطة. هذا يمكن أثر علي بدون ما نشعر. وبعد عندما اكتشفت مفهوم الفن والفنون والفنون التشكيلية وكذا، يعني بديت كما الأغلبية بتاع الناس نرسم كده، يعني كناس كل. وفي وقت من الأوقات صارت في أوروبا، في وقت من الأوقات كانت مسألة فرضت نفسها مسألة الوعي.
هل يمكن أن نقعد في التبعية العمياء؟ أكيد أنت باش تجرنا إلى باش تقدم بينا أكثر في الحديث. خلينا خلينا نمشيو شوية شوية، لأنه أنت كي تقول لي نعرف اللي أنت من مواليد أواخر الثلاثينات، يعني مع بزوغ وبروز رسامي مدرسة تونس، أكيد أنت كنت في ريعان الشباب وكنت تحب أنت نفسك كفنان وكإنسان مولع بالألوان، تحب تلقى مكان ليك. شو نظرتك أنت كيفاش كنت تراجع مع مدرسة تونس ليكول دو تونيس؟ لأنه احنا في تونس كنقولوا ليكول دو تونيس، ما شاء الله حقبة كاملة يعني من تاريخ تونس الفني. إرث في تونس في الفنون نحترموه، ولكن كنا نتفرجوا، كنا نتفرجوا الناس كنا خاصة الشباب نتفرجوا شون موجود في البلاد. وكنت من يعني تكونت مجموعات من غير ما نقول نوادي أو دور ثقافة، ما كانش موجودة دور ثقافة، كانت الأروقة وكانت المعارض الكبار صار في رواق يحيى الجالرية الكبيرة اللي هي تسمى البالماريوم. كنا نتفرجوا، وكل في كل بلاد في العالم الشباب عندما يبدأ في التصوير يظن نفسه باش يولي مصور أو باش يصور أو رسام أو كذا. وكنا اكتشفنا الأشياء هذه حتى صارت كانت مجموعة بصراحة بالكتاب، خاصة بالكتاب. كانت مجموعة من الكتاب والمولعين بالرسم، خاطر حتى سي عز الدين مدني مثلا يقول اكتشفت اني كنت نحب الرسم زاد نوعا ما في فترة معينة. القاعدة كانت في مقهى اليونيفير بوسط العاصمة. لقيت مجموعة متاع التوانسة نخبوا نفس الشيء، نتكلموا، ما كناش نتكلموا على رسامين أو نحاتين أو كذا رجال مسرح. كان محمد عزيزة، كان كتاب فرش شوشان، عدي المداني، سمير العيادي، نجيب بالخوجة، نصر بن الشيخ، توفيق بكار، صالح الكرمادي. يعني كنا نتلموا من غير ما نقولوا هذا نادي كذا وهذا نادي كذا، كنا نتسلطوا يعني بداية مسرحية تصنتوها يصير معرض نتلمه، حتى صار معرض كبير تلمينا فيه، وبالمناسبة مع نجيب مع فابيو ركجاني، جوزة صالح القربادي، جوليت، نصر بن شيخ، وانطلقنا بفكرة يعني نرسمه شيء آخر، حاجة أخرى. الناس كله تواصل في الشغل بتاعها، ولكن احنا حابين نقدموا لجمهورنا يعني للمواطنين التوانسة حاجه اخرى، مشان بيننا حاجه اخرى. وكانت انطلاقه بتاع حاجه اخرى بالضبط بالنسبه لنجيب، بالنسبه لعبد الله، بالنسبه لنصر بن الشيخ في ميدان الرسم والارناؤوط وغيره. حبيت نتوقف لانه في لقاءاتنا التحضيريه واحنا نتحدثوا برشا سنجاي، قلت لي انه هل عمادة الفنانين التشكيليين او ما كانتش موجودة؟ اي ما كانتش موجودة، ولا التجمعات اللي تتجمع المسرحيين ولا الموسيقيين ولا كل هذه العبادات هذه النقابات. قلت لي الان ولات تفصل مشارب الفن على بعضها. اي لو قعدنا في فكرة الاجتماع وقتين نتلموا معناتها من مختلفة، ميادين مختلفة. لو كانت تواصلت الحكايه ما نلقاو اليوم مسرحيه ما تلقاش معناتها احنا نقولوا الديكور بتاع المسرحيه والازياء دائما، واحنا يعني اعجب قد ما فما رسامين في البلاد في مسرحيه، علاش ما خدموش مع بعضه؟ قد دائما نتسائل لماذا هو مهتم بالرسم والسينما. قلت لي الان احيانا تمشي المسرحيه نرقى كرسي وفليجه ايه بحذاه، او معناها ديكور بوفغ ديكور فقير. وقت كان يتكون بسرعة يعني قبل كثير من البلدان اللي يشبهونا، وزارة الثقافة فما معناتها الأقسام، وفما دعم وفما إعانة فما تشجيع. جي تشوف مسرحية تلقى تقول وشكون الديكور، يقول لك والله ده برا روسنا. مش الكل. وشكون نتاع الملابس؟ مش الكل. خلاف معناتها مدينة تونس وما شاء الله بإمكانيات وفنانين ممتازين. كنا قليل باش نلقاو حاجه، كانت حاجه من الحاجات اللي اثرت علي، كنت نتسائل هذا ما كانش عندنا مجموعات معناتها
اتحاد الفنانين، اتحاد كذا، اتحاد كذا، ما كانش موجود هذا. بقى يحتمل كانت فكرة جيدة، ولكن وقت نشأت دور الثقافة المرحوم الشادي القليبي معناتها أكد في كامل الجمهورية دور الثقافة، كانت إمكانية باش الناس تجي تتعلم، اللي يحب يتعلم واللي يحب يعلم، والمحاضرات واللقاءات، ولكن ما تواصلتش بأمور جدية. أما مفهوم دور الثقافة كان جميل جدا جدا جدا، وتونس في الطليعة في فكرة معناتها أوروبا كانت فما فرنسا، ولكن حسيتك تقدر ياسر المجهودات في إنشاء المنحة الثقافي التونسي من قبل سي شادي القليبي رحمه الله اللي غدرنا يعني منذ أيام نقوله. نعم. منذ شهر ونايف. أي نعم نعم. شادي القليبي، شادي القليبي كان يتصنت الشباب، يعني تلقى المسرحية والسينما كل ميادين الثقافة والمهرجانات خاصة قرطاج والمهرجانات الجاز، شادي القليبي يبدأ حارس، ولكن دائما عنده يتسلط في الطلع الشباب واقتراحات الشباب، منهم العبد لله يقول القائل كيف وقتها كنا نتكلموا عن الفن والفنون وكذا، وكان يتسلطني كما تسلط جماعة السينما وجماعة المسرح. يعني لكن عندك حادثة مع سي شادي القليبي، لأنه أنت مرة وليت تنتقد كثيرا وتدون نقدك هذا ونقد صليت. نعم نعم. كانت النصيحة نتاعو من أحسن ما سمعت يا أخي. نهار استقبل في المكتب واحتواك؟ عندما استقبلني في وقتها أنا ذاك، وكنت كنا نتكلم كثير وكنا يعني مع الصحافة، قال لي من فضلك الهدوء، اشغل لي رسمك، اتقن الرسم اللي ما بين يديك، ومش يعني مش مولاتكم باش تتكلموا في الصحافة وتتكلم. يعني كانت نصايح بتاع صديق وأب وأخ ورجل ثقافة. معنى أحيانا نشتت جهودنا في سباب وشتيمة وانتقاد. نعم. للغير. نعم. وتقويض لتجارب الغير من دون أن نبني أنفسنا. قال لك ركز ابني روحك. كنا نحب نغير وجه العالم. ثورية الشباب يعني. أي نعم، معقول في النطق هذا، ولكن يلزم إطار نخطب فيه بجدية وباحترام الناس لبعضها. وهذا صار. خلينا نبدأ السفرة الأولى، فين كانت؟ كانت روسيا؟ كانت إيطاليا. إيطاليا. نبدأ إذا لحظة برك سنجاب. صراحة نحب نفكر حتى بجانب التاريخي ولو مانيش مؤرخ. كان في المعاهد الأجنبية في تونس، كان المركز دانتي أليغيري في تونس. كان ناشط، كان يجيب معارض من إيطاليا في مستوى كبير، كانت معارض نشوفوها مستوى، وكان مهتم مديرها اسمه ريكاردو أفيريني اللي تصنتوا فينا والناس اللي لهين بالتاريخ. كان عرض نجيب، عرض ظهر لي قماش، عرضي أنا أول معرض كان مع دانتي أليغيري، وهذه كانت مناسبة اللي من أجمل ما شفت بصراحة وقتها. زوار شوف عبد العزيز العربي متعدي في طريق الاذاعه استدعيناه وشرفنا وجاء، ما كنتش تصور في بالي، وخصص كلمتين على المعرض وقت اللي في مستوى عادي في بداياتك. يعني في البدايات اول معرض عندي كيف شو قال سي عبد العزيز العروي رحمه الله عليه؟ لكن اكتشف ما تكلمش، بتكلم في الاذاعه قد كلمتين، يعني احترام كبير 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 بالنسبه لي وبالنسبة للأوساط بتاعنا الفنية. تتكلم عن الفن وما كنتش نتوقعوا بالكل، ما كنتش نتوقعوا حد باش يكتب كلمة في جريدة. وقت عبد العزيز العربي وما أدراك خصص لي كلمتين في الإذاعة، كان هو كانت الغرابة هي في اسمي، انطلق من كلمة نجاء ويقول الاسم هذا. يعني احكي لنا حكاية الاسم هذا، لأنه نجاء مش متعودين نسمعوا اسم نجاء. ناجي ونجيت ونجح ومنجي، اما انجاء كلمه انجاء يعني وقت الولاده. هذا ايش حكوا لنا وقت الولاده؟ صار تعسر في الولاده. اي نعم، الوالده قالوا لها اي الحمد لله انجاء، قالت خليه اسم هذا محلاه، خليه قعد اسم. ولكن تو تسمع يعني المعلقات او الكتب بتاعي تلقى انجاء باللاتينية نونو جيم ولا نجا،
أو نجا نجا أو نجا أما نجا نجا من نجا وبزغ نجمه يعني ما شاء الله وأشعة مش نجا فقط ما شاء الله. خلينا نبدأ برحلتك الأولى إلى روما. أول معرض صار في باليرمو في صقلية في شارع الحرية رواق الحرية اسمه رواق الحرية، ومن باليرمو رجعت لتونس عاودت رجعت لروما دائما من نصيحة الأفيريني ريكاردو أفيريني من تونس. وفي روما الحق بالمجموعة أمريكا اللاتينية اللي هما فونتانا مع كنا تفكر رواق نمرو اسمه نمرو شيفر رواق نمرو مديرته فياما فيغو اللي مشهورة. ولكن كما إنسان نزل بالمظلة باراشوت الباراشوت مش معقول في اللي يعرف روما واللي يعرف أوساط الفن يقول إجابك مش تعرض عند فياما فيغو اللي هي عندها أروقة عملت لي معرض روما ميلانو فيرنزي وفينيزيا. محظوظ قيد روحك لأنه الحياة كل مرة تهديك من تجربة لأخرى وأنت ابن غريب لا غريب. أنا ساعات نستغرب شو صارت العملية هذه ولكن ظروف ظروف يعني الشر هو كونه دائما نحب نفهم نحب نتعلم نحب شو اللي فرق ما بيناتنا ونوصلوا هما كيفاش فتحوا الأبواب احنا نحب نفهم. ولكن كانت فما جانب كبير بغير بدون ما نشعر انا ولا غيري من مناطق مناطق متعدده من مصر ومن تونس ومن لبنان وكذا كي نجوا لاوروبا ايطاليا فما مغاربه قراوا نفس الشيء في ايطاليا. روما بصراحه نتعلق على التعليم ودخلت سعد الحظ تقيد في الاكاديميه اللي اسمها اكاديميه سانتا اندريا. ما كنتش واعي بالضبط بصراحه كيف نتفكر بعد كيفاش دخلت الأكاديمية هذه اللي ما عنديش معناتها بداية في معهد الفنون الجميلة وكذا. أنا كنت في تونس في قرطاج في التعليم ولكن مش التعليم على قاعدة بتاع معهد الفنون الجميلة. بقى الأكاديمية هذه قبلت لي والمفاجأة الكبيرة أكون من جملة أكاديمية سانتا أندريا في روما نلقى روحي نهار أمام أنا معناتها أستاذة جوتا فرونزا. دائما كي نذكر الاسم تسامحوني يمكن حد يتبع في التاريخ. جوتا فرونزا هذه من رومانيا هذه كانت الفنانة أقرب شخص البرانكوزي النحات الكبير برانكوزي هي كانت أستاذة بتاع فلسفة الفن. ومن جوتا فرونزا من أكاديمية سانتا أندريا نلقى نفسي عند بادري دي ميغليو. بادري دي ميغليو هو في الفاتيكانو يعني يوم الاربعاء ندخل باش ناخذ الكتب باش نتصدد بادري دي ميغليو اول ما سالني منين جيت؟ من تونس. اي واش تعرف على ثقافتك؟ تعرف وبحر بحر حل لي ابواب كبيره. اكتشفت انك مقصر في حق ثقافتك. قلت كما برشا ناس يعني نوعا ما من غلطه غلطينا ناويين في بالنا نعرفوا بصراحه برشا حاجات بصراحه استعملت كلمة نتعلط على حاجة نتعلط نحبوا نظنوا فين بس نعرفوا. ما خاطر تعرف علاش أنا مركزت أنا على نحب خاطر لقائك بالبادري دي ميليو في الفاتيكان وسؤاله ليك مجموعة من الأسئلة حول ثقافتك العربية الإسلامية وتاريخ المنمنمات الفنية والكثير من الأشياء الدينية الأخرى. أكيد نحس أنه بعد ذلك أثر فيك لأنك أنت بديت بمنطلق مع فن مع علم الألوان مع الفن التجريدي والفنون اللي قائمت الذات آنذاك يعني والمدارس اللي قائمت الذات آنذاك. وبعد ذلك نحسك باك تو روتس عاود رجعت للجذور متاعك ومن هنا أشعيت في العالمية وأصبحت مدرسة قائمة بالذات. عندها أسباب عندها أسباب بعد سنين روما والبادري دي ميغليو هو اللي بدأ بالمطالعة بالكتب. نوجه هوني سؤالي ننتبهوا قوة ثقافتنا وبغير من لا دعوة ولا غير إذا كان ما نتمسكوش يعني بالأسس
نتاع ثقافتنا وعلومنا احنا رانا غلطين. هوني اكتشفت روحي اللي كنت في غلطه كبيره، كنت ضد الفن اللي في اوروبا هو الفن، هو الفن لجيهم هم، ولكن بدنا احنا وشو قدرنا نعمل. بعد سنين صارت ظروف في اوروبا من انطلاق البرومه، تعرفت بشخصيه كبيره في كتاب الوجود، ميشيل تابيي دو سيليرو، معروف ياسر لهذايا خالو تولوز دو لوتريك. وانا مدابلي في ايطاليا، هو في تورينو عنده معهد للفنون المعاصره من اعلى مستوى في اوروبا. وعندما تلاقيت معاه نصحني، كنت مغروم بالجوائز الميداليه الذهبيه والبرونزيه، وكنت مغروم. قال لي كفى هذا، تو باش تشغل. ودخلني في مجموعه اللي هما من الصين ومن كوريا ومن اليابان ومن ايران. هذوما الفنانين اللي هو مهتم بهم، يسمى اللاشكلي الفورمال. وقعدت سنين، يا اما يعني صارت لي صدمه كبيره، يا اما ما عادش نرسم، ما عادش نتكلم بالرسم. على خاطر لقيت نفسي حتى في فكره المعاصره نحب نرسموا في المستوى ولا كيما الاخرين ولا مدرسه الاخر. وقت احنا خرجنا من فكره البطاقه البريديه، يعني كنت بتقلق القوص ومفهوم الفيلم، تقلق ما نحبش ندخل في الموضوع هذا. ابقى حتى في اوروبا تلقى روحي في نوع ما من تبعيه. وكانت مساله الشوك، الصدمه، الوعي حضاريه، اي هو يا اما كما الكوريين واليابانيين والصينيين خاصه وجدوا فن خاص بهم تغزر المعاصره، ولكن من خلال اعماله تحس ثقافه كبيره. يا اما نفهم الموضوع هذا ام نغلق الابواب. وقعدت سنين لمعارض و معناها مريت بفتره من مرحله الغاء كل ما هو ترسخ فيك واعاده بناء جديد. يعني كانك بحث على هويه، على وجوديه فنيه بالنهايه. عندما نتسالنا، ممكن مش وحدي، السؤال بتاع من احنا وش نقدر وش اللي عندنا، نلقى التراث والقوه بتاع التراث موجود. هل نعيده ونكرره هي عمليه الببغاء، ام نخلق انطلاقا من مفهوم التراث؟ وهنا صارت انفجار من الداخل. وعندما اقول انفجار من الداخل، عفوا على الكلمه اللي هي مضمونها قوي جدا، انفجار من الداخل يعني من خلال التراث، نعم، التبعيه والتنقيل لا. هل نكرر الشيء اللي خدموه نساء ورجال في وقت ما، في عهد ما، في مجتمع ما؟ لا. ولهذا بعت وقت كده تحاورت مع الحرف، وحبيت نفهم قوة الحرف. نلقى فيه بحر من المعلومات اللي ما احناش مستغلينهم، على خاطر الخطاط اللي أنا نحترمها لست خطاط، ولكن الخطاط الذي ينقل سنين رموز وأشياء. وإحنا نعرفوا مدرسة القيروان من أعز المدارس في العالم العربي والإسلامي، هذا موجود عندنا، هذا الإرث بتاعنا، نخليه هذا ونشوف النقلة الآخر. ابقى لن نعيد أي شيء أو نكرر أي شيء، ولكن اللي يهمني وقتها هو كيف يمكن أن نغير الأرضية ونغير المراجع. عندما نمس الموضوع الأرضية والمراجع، نحاول نوع ما من نوجد نفسي. وهنا فما جانب كبير هو عدم احترامنا وقتها، نظن فن وفنون تشكيلية، للصناعات اليدوية الموجودة في بلادنا. الجمال بتاع الكادرون، وتتسألنا يعني جمال تصميم الكادرون، يعني وخلي يعني بحر في الاشياء هذه، ما استوحيناش منهم، حبينا نتبعوا المدرسه الغربيه. وعندما نتساءل كيف يمكن في بلادنا في تونس في معهد الفنون الجميله ولا يدرسوا عربي تونسي، ولا يدرسوا فنان تونسي.
بالفعل هو ما نجمش نلوم، عفوا ما نجمش نلوم على المتلقي في الشارع ما يعرفش فلان او ما يعرفش فلان. اذا كان في التعليم ما نتكلموش على علي بن سالم، وما نتكلموش على فلان ولا بن عبد الله ولا حاتم باكي عمر الدبش، ما نتكلموش على الناس هذوما ونتكلموا على مسيو فلان. هذه كانت اول غلطه اللي ما تتصورش في بالك قدر خطيره. خطيره فعلا، لانه نجال مهداوي لوحاته لا تباع ولا تشتريها وزاره الثقافه. نجال مهداوي فن عالمي ويدرس في الجامعات العالميه ولا يدرس في معاهد الفنون الجميله في تونس على اختلافها. نجال مهداوي فما بعض من الشباب اكتشفوا نجال مهداوي سخيبوه نجاه فتاه او شابه او شاب عايش في الخارج، ودعي من قبل مؤسسه فيسبوك لتزويق مكاتبها. ما يعرفوش نجال مهداوي وتاريخ نجال مهداوي. توجعك انك نبي عند الاخرين ولست نبيا في قومك؟ لا لا، وقت كي تشوف بلاد كيما تونس، كنا في الطليعه بالنسبه للبلدان العربيه، على الاقل البلدان العربيه، في الطليعه في حكايه مساله الفنون، الفنون التشكيليه والمعارض تلهينا وزاره الثقافه والدوله تلهينا بالمتاحف الاثار، وتقوينا في جمع الاثار اللي هو غني جدا اللي عندنا. ما عندناش متحف في الفنون التشكيليه، ما عندناش متحف، ما عندناش معهد الدراسات. الطلبه كيف يجيو في الشتاء عندنا على الاقل 14 معهد في الجمهوريه التونسيه، 1400 رسام في قائمة، هذوما اللي وزارة الثقافة على علم بهذا. ما عندناش متحف، ما عندناش اللي وقت الطلبة يكلمك يقول لك بالله نحب نعمل دراسة على فلان على عليك أنت، نعمل فوتوكوبي، هذا غير معقول. إن شاء الله هذا تو نستناو إن شاء الله. والأروقة، الأروقة قلت كما حكاية مسألة السينما، قاعات السينما تقلصت. هذا عنده دور كبير بصراحه، ما نبغوش نلوموا على الناس لماذا ما يعرفوش، هذا عنده دور كبير. كان عندك متحف ما تنجمش تعاود معرض وتعاود ترجع وتكرر. العباد تلقى منين تنطلق باش تفهم فلان او فلانه، هذا هو يعني. وتفهم مسار فن كامل، مسار فني كامل. نجيل مهداوي خلينا نقدمه بالحديث، لانك انت من روما كانت عندك سفرات على بساط الريح الفني، مشيت لاسطنبول ومشيت لروسيا، مشيت الكثير من البلدان للاطلاع ومحاوله للتعلم، محاوله باش نفهم ونتعلم. صراحه اللي تبع في الفن المعاصر في العالم، في تاريخ الفن المعاصر، ما كنتش نتصور في بالي بعد من غير مجله وكتاب نجد نفسي في ميلانو مع الرواق الليبرو ليبرتي امام جوليو فونتانا. فونتانا يعني شهرته، وقبل منا يوم الاربعاء يوم فونتانا نمشيو له يعني قامات سامقه يعني في الفن. اما حليت مع روحي باب باش نتعلم، نحب نفهم موسكو. كانت حبيت نتعلم الديكور تاع الاوبرا، شوف حتى الوين واحد يغلط. انت حبيت تتخصص في ديكور الاوبرا ولذلك ذهبت الى روسيا. غربة بالاوبرا غلطة بصراحة، خارج والله كنت نتفكر منين جات الغلطة هذه، على خاطر نحب الاوبرا، يعجبني الديكور تاع الاوبرا، حبيت نخيل. كي ريت المعهد تاع في موسكو وصلت للمعهد وتقابلنا ونعم شفت المستوى اللي مش معقول، غلطة كبيرة كبيرة كبيرة. هوني قول معناها تقول أنت تعلطت على بدنك؟ بعيد نضحك كلمة كلمته راه مش أنا قلتها، أما بالفعل حسيت أنه مستوى الدراسي عالي كبير جدا، كبير كبير، وحتى المصاريف وال النهار اللي حبيت باش نبدا نتعلم حق لدي خمسة أعوام علامة قبل ما هذا باش ما نغلطوش أنفسنا، خاصة للشباب من ظنون. اما اللي يهمنا اكثر من هذا، كنت نغزو للشباب تاعنا اللي بصراحه بدي نتكلم على هذا، ندور في العالم وندور في لجان التحكيم، في لجنه التحكيم اليونسكو الدوليه اللي خمسه عناصر فيها،
ونشوف العالم شو اللي فيه ونغير خاطر نعرف اللي في تونس فبق خلق وابداع وانتاج قوي جدا جدا جدا. ناقص حاجه برك امكانيه يتاثر كلمه التشجيع ما نحبهاش، ولكن فرص اللقاءات في العالم وتحرك الفنون وتونس من اقل ما تتصورش في بالك من البلدان اللي يعني اللي موقعين على القوانين تاع اليونسكو في العالم من ابرز ما فما اول ناس وقعت توقيع تونس على تبادل التحرك الفنون يعني تبادل الثقافي ونتسائل اليوم وقت نسمع اين نحن من تفعيل هذه الاتفاقيات في ارض الواقع. سينجي بديت بعد مرحله البحث والوجود اخيرا لقيت الكرينو نتاعك، لقيت المنحة نتاعك، لقيت الطريق وال مازلت تبحث مازلت تو تبحث مازلت تبحث. لو ناقف النهار امام لوحة من اعمالي ونبهت فيها مع روحي ونقول عمل جميل راني في غلطة وحقني وقتها كفاء ما عادش نرسم. تلميذ ازلي لاصحاب النرجسية المرضية الحقيقة سي ان جي، خلينا عندك برشا احداث واحنا عندنا ساعه ونحب ناتي في على اهم الاحداث اللي صارت في حياتك. ثم رحله مره مشيتوا للاطلاع على تجارب الفنون في امريكا اللاتينيه. ايوه وتقول امريكا اللاتينيه بالنسبه لي هي بحر كبير، ولكن ثم المعرض السنتين تسمى بيانال نتاع ساو باولو في البرازيليا هذه حاجه، اما اللي حبيته اكثر هو بتاع كوبا، معرض السنتين بتاع كوبا لهافانا. سعد الحظ وكنت من ضيوف المعرض البيانالية معرض سنتين حاجتين، معرض خاص صاروا 5 معارض قبل ما تفتح البيانال، الحق تكريم واحترام احترام كبير، صار رواق كان ظريف وكنت في الأعرض بإمكانيات معناتها علقنا مع بعض مع الشباب تاع غادي، ولكن في الرواق كان أنا عام هذا تقريبا كسر مازال حي مازال كان موجود. الحومه اللي نقولوا الحومه تشبه الحومه عربي اسمها المدينه، المدينه خاطر دائما عندهم كلمات كيف هكا المدينه. الرواق هذا مسؤولين وزاره الثقافه قالوا لي راهو الليله سيد الوزير ماهوش هو اللي باش يدشن المعرض، كل ليله حضرنا مش مشكل يا مرحبا. قالوا لي بعادة من عاداتنا في الحوبة هذه أكبر رجل أو مرأة في السن هو اللي دش المعرض في حوبته، أكبر يعني احترام اللي نعملوه الرسام يا مرحبا. وجاء رجل كما قالوا جاء رجل ما شاء الله مشي قبلته سلمت عليه، كانت الوهرة بتاعه يعني الحق من أجمل ما شفت في حياتي على البليحة بتاعه، جاء كانت مرأة بجنبه وعندما سلمت عليه مد لي كتاب وقال لي باللغة الفرنسية وإحنا في كوبا تعرف علاش جيتك؟ على خاطر ابني كان يحب الأفارقة والعرب ومد لي الكتاب، عندما شفت شو المكتوب فوق الكتاب سمحني كان باللفظ أبي وفيجلو إرنستو شي غيفارا، أب شي غيفارا بو شي غيفارا، ما تتصورش في بالك ايش حسيت هذه المغرب بالتاريخ بتاع المنطقه والتغريب بالثوره بتاع كوبا ماثر على يعني مش معقول معناتها حاجه بالخيال. وهي الوزاره اللي عملت كتونسي كتونسي الوزاره اللي عملتها بالعالي الوزير فيديو اللي عملها بالعالي قال البهداوي التونسي خلينا نعملوا له والمراه اللي كانت والد شي جيفارا وبنته لا زوجت جيفارا اللي في الارجنتين وكان الامن موجود وكان احترام كبير كبير كبير. بصراحه كنت تاثرت حاجه ما تصورش في العقل وقررت فكره كانت معرض هو بسيط يعني قلت لو المكان اللي اعطيته لي للمعرض بتاعي في الحومه اللي انطلقت منها الثوره يولي متحف الحاجات مهديه او كتب او مكتبه او حاجات عربيه انا اعمالي هذا خليهم لكم السلام عليكم وخليت عمالي وسلم عليه وخرجت من هذا. وبعد يومين ثلاثة لا سمعوا بعد ما صارت نوعا ما من ضجة في الوسط الفني صار حفل كبير
كان موجود فيه جابرييل غارسيا ماركيز اللي هو مغروب كوبا اللي هو ديما في كوبا. الكاتب الكبير والرئيس العالم. والرئيس فيديل كان أكبر شرف بصراحة الأجنبي، خاصة اسمع اللي اقترحت، خاطر يقولوا أمريكا اللاتينية إفريقيا وآسيا، ودخلت كلمة البلدان العربية، اسمعها الكلمة هذه، وكان كنت سعيد جدا، كان احترام كبير قبلناه. لا لا يسبك تقول لهم كيفاش جاوا الصباح، قالوا له في الفندق، قالوا له غدوه رانا عندنا زياره او تنقل. اعطوني نهارين انا ومرتا بلاو المكسيكيه اللي تحصلت على جائزه نيكاراغوا، الجائزه الكبيره بتاع البيانال، الاثنين استدعونا وخلطنا نهارين بعد الحق. قعدت نستغرب الاستدعاء بتاع شنو الاستدعاء، هو كان فرصه كان قابله الرئيس. خضر ان الوقع نتاع القصه كي حكيتها لي اول مره. اما القصه تحب نحكي لك على اللوحه اللي اقترحت بها. اي يدخل معناه يدخلوا في زياره مش عارفين شكون باش يقابلوا. طيب ترقوا انفسكم امام فيديل كاسترو، وشكون اللي دخل؟ جابرييل غارسيا ماركيز. وكانت لونغو النحاته الكبيره بتاع اللي عملت البحث بتاع كوبا، كريتها الحق كنت شويه وما كنتش نعرف بصراحة مركز، كنت نسمع كان بكتبته، ولكن المكسيكية بجنبي قالت لي أخزر شكون اللي قبلنا، عندي الجريدة موجود في التصويرة، خرجت في الجرانما جريدة الثورة في الصفحة الأولى، تأثرت فيها. وهو أنت خضر في خضم إقامتك في انتظار العرض والمعرض نتاعك، كنت دائما تبدا تحكي باعجاب عن كاسترو. يا اخي تم تبليغه ذلك؟ اسمع، اظن قيل انه يتبع الحصص الثقافيه والمهرجان، يتبع الكل. وبعد العمليه بتاعي بتاع اللوحه، احنا تونس عاده من عاداتنا الاغلب تونس وعرب. بلقيت ما نعمل، خذيت على رق لوحه اللي نعتبرها عندها قيمه كبيره فنيا، وقلت له ما هزيتهاش معايا، وقلت له المترجمه بتاعه، قلت له نهديها للسيد الرئيس. فرجع علي قال لي انا رئيس وليس لي الحق باش نكون نملك هدايا اللوحه هذه، نحطوها في المتحف، نحطوا اللي هي هدية بتاع التونسي فلان الفلاني والرئيس، وخلاص. نحسك تستذكر الأحداث كأنها صارت البارح، وفما لمعة خاصة في عينك. والحدث هذا الحق عندهم عادة، فكرة ممتازة جدا، ولكن عادة شعبية، رشحوني للسنة اللي بعدها نرسم للقماش، رسم يجي يطبعوه قماش شعبي رخيص كما احنا نقولوا القماش المالطي ولا حاجه، اما مطبوع. كل سنه يستدعوا 5 فنانين يطبعوا القماش، ويطبعوا فضالي 50,000 متر مربع فضالي اللي في مناول الجميع برخيص، جبت منه عندي منه في تونس هذايا، معناتها خاطر الفنانين ما يتكلموش مع الأروقة هذا إعانة للفنان، ونعمل لوحة حفر هدية للفنانين. سيد جيه، الحقيقة المتطلع على لوحاتك وعلى جمالية لوحاتك يرى أنه فك المرحلة اللي أنت مريت بها، سواء في الدراسة في إيطاليا خاصة وفي أوروبا، يعني جولتك الأوروبية، وبعد ذلك سنتحدث على جولتك الآسيوية، تركت كل المدارس معناها استيريوتيبي، هذوما المدرسة التكعيبية، المدرسة التجريدية، المدرسة الأغنية، معناها وتركت كل هذا وعملت مدرسة خاصة بيك. حروفي تقول لي أنا مانيش حروفي، خطاط أنا مانيش خطاط. نجيل مهداوي تعتبر نفسك حروفي، تعتبر نفسك فنان تشكيلي، كيف تقدم نفسك؟ بصراحة للتاريخ يعني تحمسنا، مش يعني فما فنانين في العالم العربي خاصة اللي بدأوا بالحروفيات في إيران، حرفوا ولكن على طريقتهم هم، ويكتب كلمة لكن الحرف موجود، هم اللي بداوا.
في العراق نفس الشيء، في المغرب نفس الشيء، في البلدان العربية عام 67 تحركت من جملة من أبرز ما فهم ضياء العزاوي العراقي، بدأ بحرف يعني نوع ما، ولكن ما شاء الله من أكبر الفنانين ابقى في الغرب، بداوا يمسوا في الحروف قبل الناس الكل، يسموا ليليتريس مع إيزودور إيزو، بداوا ليليتريس. الرسام اللي جاء من أوروبا اللي اسمه بول كلي وزار تونس، وزار القيروان، ما زارش قيروان على الشمس بتاعها ولا الضوء بتاعها، زاد تأثر، زاد تأثر من الحروف، وصارت مدرسة كبيرة في أوروبا، ولكن وقفت، صارت مدرسة معروفة شفناها نعرفوها. ونوعا ما نقول بصراحة نوعا ما فما تأثير بدون تأثير، مسوا الحرف مسوا الحرف مسوا الحرف. إيزون إفلوغي خلينا نقولوا. إي مسوا فما كلي حب يعاود حاجة بقى هذا موجود، وخذيناه بعين الاعتبار من غير ما بنقص. لكن في الحضارة العربية الإسلامية وتوا حتى كي نمشيو المتحف رقادة يعني في القيروان نراو أنه فما الحروفية موجودة في تزيين الأواني الفخارية والأواني البلورية وفي المنمنمات في يعني المخطوطات، يعني خاصة الخط. مدرسة قيروان نعتبروها في العالم أجمع من أحسن المدارس في العالم العربي والإسلامي في الخط، وخلق كلمة فن أرض مع مدرسة القيروان اللي خرجت على المدارس الكل وأثرت على المنطقة المغاربية وحتى الأندلسية وغيرها. هذا للتاريخ. فبقى مش هذا موضوعنا. قلت لك أول ما فكرت نعم تراثنا، وجاتنا فترة مش وحدي كثير من الخيال إحياء التراث. شو أخطر كلمة هي إحياء التراث؟ كأنه توفى، ما توفاه. كما قال شكون ظني عز الدين المدني، قال ما دام سحب كرسي موجود التراث عمره ما توفى. احياء حتى شيء، شو احياء التراث بقى. العين العمليه ليست سهله، مش نعاود ونكرر، لا بغيو ولا نو بقى. اش نقدر نخرج مفهوم اليوم بنظره اليوم بمعلومات اليوم، هذا هو منطلق. يعني خلينا نمشيو بيك الى قبل ما ننسى، يعني وقت تكلمنا على التراث قلت لي حروفي تعتبر روحك حروفي، واهتمينا كثير كثير كثير، تكلمنا بالخير على ميدان التفكير على الهويه، شدينا فتره نتكلموا على الهويه، والهويه ان البحث عن الهويه فقط وقت في نفس الوعي يؤدي يكون هذا هو فقط، تقول نجحنا الهويه وما هويه احنا وما احنا، يؤدي إلى التقوقع العشائري والعقب. إذن نخرج من المفهوم هذا ونتحاور مع الثقافات الأخرى. عندما بدينا نفهم نتحاور مع الآخر لا لإعادة عمله ولا في التبعية العمياء، أما نخلق أرضية الحوار، أخذ ورد في الثقافات، شو اللي عجبنا في ثقافة الآخر بدون تكرار، إحنا شو نجم نعمله اليوم، تجب تشد اللازير، ولكن أنت بثقافتك، أنت وحضرتك. وأنا عمري لا طلبت النهار أن هذا هو النهج الوحيد، هذا هو لا جانب من جوانب اللي عندنا هو الحرف. علاش قلت الحرف سلطان؟ جانب من جوانب، وأنت سلطان الحرف. نجيل مهداوي متحصل على لقب ماتر في عالم الفنون. بالدين يستعملوا هالكلمة. الكلمة هذه في اليابان تحديداً. اليابان مغرومين. لا، بقدر الدقة متاعك وبقدر. عملوا بحث علمي لأنهم شككوا أنك ممكن توظف آلات لتصل إلى منتهى الدقة وإلى تلك الحرفية العالية. حبوا يعرفوا. احكي لنا الحكاية. في اليابان كنت يعني أستاذ كبير. لب جمعت بكين، لأنه الطباعة انطلقت من اليابان. نعم، ومن الصين تحديدا. لبونا بروفيسور اسمه كاتو، معروف عالمي معروف. لم جمعت بكين واليابان، السيد اللي استدعاني هو متر إيماي معروف استاذ كبير، والهند والعبد لله كعربي، وحطونا تعمل تخلق حوار ما بيناتنا، انتم وش عملتوا فنكم فن
مفهوم بعدنا الابعد شوط. عندك اليابان مهتمه بهذا، موسكو بعض المخطوطات، كوالالمبور في ماليزيا مهتمين بالمعارض، اكبر معارض في العالم المخطوطات. ابقى تقدر تخرج من هي كلمه اللي عندما حررت الحرف دخلت للعولمه كاحنا، مش تدخل للعولمه في التبعيه وبالتبعيه. والسؤال لماذا متاحف العالم، وقت نقول العالم اوروبا وامريكا واليابان، العالم كانت مغلوقه على فنان حي بالعالم العربي، عالمنا احنا. نتساءل اليوم لماذا حلوا، كيفاش حلوا الابواب؟ عندما توجد نفسك وتفرض سلطنه فنك اللي انت اليوم، المتاحف سميثسونيان في واشنطن، سكوتلاند، بريتيش ميوزيوم، موسكو تحلت، هذو عليهم اليابان، نتكلم على البلدان الكبار، حلوا فتحوا مش وحدي، فما خيان اخرين عرب اللي ما شاء الله الاعمال نتاعهم. بريتيش ميوزيوم تلقى ضياء، تلقى المليحي، تلقى بالمغرب. احكي لنا على كيف اهداوك لقب ما تخفي. اي اليابان، هذه عاده من عادات اليابان. اي كيفاش؟ عاده يعني نجم نقول خذيناها بعين الاعتبار، هذه ثقافتهم. حضروني في درس بتاع اكبر خطاط كلاسيكي ياباني، استاذ كبير في الجامعه بتاع طوكيو، جامعه طوكيو. وكانوا بالصين وكانوا كذا اللي حضروا. وقالوا لي بدنا توريه عمل من اعمالك، كان رق قصير كما هذا، رق وريته له. شافوا ومن بعد غاب شويه ورجع بصندوق حرير. شافوا ولا ما قال حد شيء ولا غزرك لا تكلم لا حد شيء. ما قال حد شيء. اعتبرتها محقرانيه انت، خذيت في خاطرك. انا قلت هذه عاده من العادات، ننتبه يعني ما نعرفش كيفاش يعيشوا. مشى وبعد رجع صندوق حرير مغطي فيه محبر من محابره، دي عادة يابانية، عادة تقليدية يابانية، وأهداه لي وأعطاني كتيب يتسمى كتيب من تيبت، من تيبت العائلة الملكية يخدموا عليه اللي يتحل جوانحه على بابي كغض الرز. وقال المترجم قل له شوف احنا الصعب اللي عندنا نخدموا على بابي اصعب كغض، اهداه لي اصعب كذا اللي هو كيغ الترموز. ومن غدوه المسؤولين على كاتو والمسؤولين على اللقاء حطوا لي هم بارك الله فيهم يعني متر، يقول لك متر فلان، عملوا توقيع الفنانين بالطبع يعني عاده من عاداتهم. تابلود متر ولا اي معناتها خذيتها في قالب عاده وبارك الله فيهم. والسنه اللي بعدها سعد الحظ رجاء، قعدت سنة كاملة باش شغلته وقدمته في 450 عام قاعد تخدم على ورق الأرز. صعيبة ياسر الخدمة برياض كبير يعني. الهدوء والدقة اللي تخدم بها خاصة العمل نتاعك، تقول لي إذا غلطت ولا غدرت العمل معناه كله في سلة المهملات، لازم نعاود من جديد. فما صبر كبير. شوف العمل الفني كل إذا حد يبعد خبرة الصناعة بصراحة، برشا الناس يخافوا من كلمة حرفي أو حرفي، فما إتقان توصل له ولا ما توصلوش، فما إتقان، فما جدية في الخدمة في الشغل. حتى رومبرو كان كيف نقولوا حبيت نعرج على تعاملك مع متحف غوتنبرغ والمختص خاصة في العمل على الجلود وعلى الرق، واللي آمنوا بيك واعتبروك كفاءة وأصبحت تتعامل معهم. شرف متحف غوتنبرغ في ألمانيا اللي فيه الكتاب البيبيا بتاع غوتنبرغ من أشهر مطابع أوروبا، يستدعى الناس مهتمين بالحروف وبتطور الحرف. فما ألماني كان معايا اسمه وولفغانغ هايفنكل، عملت معاه تجربة كبيرة، كنا زوز معارض في نفس المكان
ودور بنا مخطوطات جميلة جدا لتاريخ الخط. كان وبعد الاحترام هذا يقولوا لنا الرق البردي عنده منه في المعرض، والرق الجلد المدقون بالجير كما الطريقة القديمة كانت موجودة في تونس وفي سوريا وممكن في المغرب. هو معناتها ما نجموش نشريو في أي مكان إلا من طرف البرد. بقى شرف كبير كبير كبير. ولا عرضت في فترة معينة عملت مغامرة مجنونة، لكن مغامرة بارك الله فيك وجودية. هذا أنت قلت المغامرة هذه أنك تكتب على جسد امرأة. عملت حاجات مع فنانين مكسيكية، كندية، أمريكانية، تونسية. عملت تجارب على الرقعة مع المجموعة اسمها ملك سبعي كوري كريتور، جبت جبل دي بشيخ وجبت بيتور. عملنا تجارب بالحروف انطلاقا من الحرف، رقص انطلاقا من الحرف. عملت في اليابان، في كندا، عملت أبار. فما تجربة أخرى الحقيقة نحييوك عليها، هو أنت مغروم وزوقت الطبلة، جلدة متاع الطبلة وجلدة متاع البندير، وعملت عرض في دبي أنه في رواق المرسى. رواق المرسى المساهمة بتاعه ما شاء الله في معرض السنوي بتاع دبي، عرضت الطبول 20 ولوحة كبيرة اللي تحصل على جائزة دكتور خليفة الأوسكار. أما عرضت الطبول برج خليفة وسميتهم احترام في إسماعيل الحطب، والناس قاعدة سكوت وتحط لهم موسيقى من أقوى ما يكون. لكن تعدي في الإذاعة، الإذاعة قاعدة في خطوة عدوا بقوة زي إسماعيل الحطب من أعز ما كتبوا الاسم وقالوها في الإذاعة. خرجنا من المعرض ومشينا للإذاعة. ولا وتم بث اسماعيل الحطاب في الإذاعة. لغة الطبول يعني ماهوش لعب، امور جدية. في عندنا مناطق في تونس فما لغة، فاطلع للكيف اطلع فما مناطق وقت يسمع الطبل يقول لك فما فرح ولا حزن، فما لغة في العالم اجمع معروفة الحكاية. قرع الطبول اعطيته المساحة الفنية، الرق الجلد المخدوم ولغتين، هو كرمز اللي كان لغة والحرف مبكم عندي هو اللي ولا يرمز الحاجة معينة كما نفس العملية طيران. ذات مرور بالعراق سنجي تسلت لك الفرصة أنت ومجموعة آخرين من المبدعين لمقابلة الرئيس الراحل صدام حسين. المتحصلين على الجوائز سيد وزير الثقافة طلب منا، صارت بسرعة كبيرة ياسر وشرف كبير ياسر مقابلة الرئيس صدام، وأعطانا الميدالية بتاع المهرجان، مهرجان الفنون. الميدالية مكتوب فيها إذا كان بلد ما فيهاش رجال ثقافة في المستوى ليس لها الحق باش يكون عندها رجال سياسة يقودوها. الثقافة إذن مرآة تعكس وقتها الظروف مستوى السياسة والعهد ذاك. قيد كم باش تحب، هذا مكتوب تحط على ميدالية. نشيل بهداوي عندك حظوة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة ودائما معارضك موجودة. لا ظروف العلاقات تحركوا توليوا أكثر من 15 سنة تحركوا المهرجانات حركية ثقافية كبيرة ما شاء الله. تو احنا في رواق المرسى اليوم ولكن هذا من أقلية اللي فما في البلدان العربية اللي هو رواق في دبي. رواق المرسى موجود، المرسى في دبي هو اللي عرضنا فيه، كم من تونسي عرض فيه، وتوا ما شاء الله حتى من مغاربة يعرضوا على المرسى في دبي. وفي متحف، قلت متحف، معرض السنة بتاع دبي وجود المرسى ما شاء الله دبي وابو ظبي، وجود محترم وعنده احترام كبير لتونس. تحدثنا عن هذه الجولات الكبيرة العالمية، لكن نعرف كذلك أنه نجال مهداوي تونس مخيطها شبر شبر.
يعني جلت في تونس في كل مناطقها، تعرفت على عادات، على التقاليد، على الطبوع، على الإيقاعات، على الحروف، على برشا حاجات في تونس تهتم بها، وتعتبر أنه بلادنا ثرية وثرية برشا. كما كان الإنسان عنده كنز، وساعة ساعة 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 اللي لهين بالكنز هذا مش عارفين قيمته الأصل. عند كنوز لا من قديم ولا من جديد، ابقى كيفاش نحركوه. عندما نسمع في تونس نسمع ناس تتكلم على ثقافة سياحية، نتساءل شو معناها، شو معناتها الكلمة هذه. عندما تحط لي بوسعدية في البرط نتاع حلق الواد، في ميناء حلق الواد، والسواح هابطين، تحط لي بوسعدية اليوم ما عندكش حق باش تتكلم عن ثقافة سياحية. وقت احنا عندنا شنو تقترح لو يعهد لك بوزارة الثقافة؟ شنو تقترح لو يعهد لك بوزارة السياحة؟ شنو تقترح انجيل المهداوي؟ الاقتراح بالنسبة بصفة عامة نحطوا كل شيء الساعة فما سيرة التراث والمتاحف تحت شكون، تحت كلفة شكون؟ اشراف وزارة الثقافة. مش الكل فما اللي تحت البلديات المتدرجة المنضوية تحت. اي فما لهو اكثر فاكثر من هذا. والمعاصرة اليوم، نساء اليوم ورجال اليوم، بنات اليوم واولاد اليوم، في السينما وفي المسرح، في التصوير، في الرقص، في الرسم، يلزم اعتناء اكثر 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 ودعم اكثر. والمسؤولين في كل القطاع، مش وزارة فقط، مسؤولين في المناطق الكل. انا اقتراحي كل منطقة فيها فنادق للسياحة، مش تجيب لهم تسمى للترفيه انيماسيون في اوتيل، تبني مكان كما في بنيت اوتيل، تبني مكان للثقافة، مش إلا وزارة الثقافة، تبني في المناطق الكل. فما جيل قاعد ينتج في حاجات خارقة العادة، أعطينا الإمكانيات. معناها في بلاصة بوسعدية في البورت أنت شنو تقترح؟ كنت بدل العالم أجمع جايين باش يزوروا تونس. تونس ماهيش إلا صورة بوسعدية. عيب حتى رانا أفارقة، رانا دم ولحم. المنظر هذا يوحي، قال فرنس فاروقتي كان يقري في تونس، عملنا الملاحظة وما فتناش بها، مازلنا نعملوا هكا ما يجيش. نرفع المستوى. وقت وصلنا بلاد مخرج مسرحي ورجل مفكر فضل الجزيري، وقت طلع البنية بتاع نوبة، منها يلزمنا نخبوا. من نوبة يلزم يكونوا واعيين بالثقافة، الثقافة الشعبية، كلمة ثقافة مش معناتها شعبية، تونسية، ثقافة تونسية. ما بيجيش نشقشقوا باش نضحكوا، لا بيجيش. فما برشا اشياء اللي مشى في بال الناس، اللي والله وزارة الثقافة مش تدبر راسها وحدها، الوعي يكون جماعي، المجتمع كامل يكون واعي بهذا. هذا هو. حبيت نتوقف عند تجربة مراتب العشق مع الكتاب والعمل ككل، هذايا بين الحرف وجمالية الحرف وما بين ما يدون بالحرف، يعني تجربة مع رجاء العالم، كيف تقدمها؟ ألف ليلة وليلة، مراتب العشق، بين حكايات علي بن بكار ورجاء العالم، كيف صاغت ألف ليلة وليلة على طريقتها؟ هي مناسبة صارت في جدة، نحيوها. كنت في لجنة تحكيم، ما كنتش نعرف الكاتبة بصراحة، ما كنتش عندي عليها فكرة، وسمعتني نتكلم على ألف ليلة وليلة، قلت حتى أنا راه مسيت عالم في خسارة، ما قريتهاش قبل. وأعطاني قريت كتاباتها بصراحة، استغربت تكتب لحد في المستوى هذا، ولمت على روحي اللي ما نعرفهاش يعني في المنطقة هذه، ما نقراهم بالكل. وتحاورنا وخرجنا كتاب فيه من الجرأة ومن التوضيح، سميته مراتب العشق، والاستعارات من النص القرآني كذلك. لا كتابتها هي،
نعرف كده استعارات. قلت هو الكتاب كان في الأصل بين آية وآية وبعد آية وآية عملت الظريف وبعد عملت بنات بالعشق، وكانت المقدمة ممتازة جدا مع صديقنا الأستاذ محمود ترشونة اللي هو مختص في الليلة وليلة في السادس. وفي تونس عملت كتابة مع كوثر تيتش تونسية شاعرة تونسية خرجت بعد. تجارب يعني زادة كذلك عندك تجارب فنية. حب التجارب مراوحة ما بين الغناء و وكان كان لك شرف اكتشاف منى العماري يعني في والي شقة طريقة اليوم. كل مرة نتفطن بخبرة جديدة وعلامة جديدة. تجربة نعم. تنفيذ أعمالك على مجسمات، كيف جاتك التجربة أنك زوقت مثلاً أسطول طائرات شركة كبيرة وعملاقة يعني عربية؟ شركات مؤسسات شركة طيران شركات يعيطوا للمؤسسات الديزاين في العالم والشركة بالناس كل 40 الخطوط التونسية ما يسهلش ربي وتزوقها؟ مش حكاية كيفي على كيفي أنا، حكاية تفكير مفكر. الناس تفكر، الناس عندهم مسؤولين يفكروا. الخزانة بتاع طيارة تونس معمولة في بلجيكا، مثال قيلة أنا قيلة بقى مش من مش يقولوا الفنان علي عيسى هو اللي عمل الغزالة؟ شكون؟ الفنان علي عيسى. لا ما نظرتش ليش تغفر ما نحبش نقول حاجة غلطة ما نعرفش، أما نتفكر ولكن ما يهمنيش. ماهيش فكرة إنسان يكون قاعد مادا بيا برشا كتبوا على الفيسبوك علاش مش طيارتنا، مش حكاية طيارتنا وطيارتكم، حكاية كونكور حتى في الخليج اللي يعرفوا العربي لا تونسي لا ألماني 40 شخص اللي شاركوا. بقى حاولت نفهم الموضوع يعني حلوا مناظرة مناظرة تمت دعوتك وحكيوا معاك. بريتيش ميوزيوم بلندن هم اللي عيطوا لي اللي رشحوك هما البريتش ديزاين 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 فقط. اما هما برشا ناس ما شفتش الطياره ب 70 متر على اربع مرات في 70. خاطر مهم جدا، خاطر الطياره مش كيف تكتب على سطح جلد ولا على سطح قماش، هذه مقاره فيها كل جسد. اي كل جسد. زاد الرواق نتاع شارع الفنون في مقر الاليكسو بالعاصمه، وتجربتك مع فيسبوك مع مقر شركة فيسبوك نفس الشيء كما الطيران نفس الشيء من بعيد نفس الشيء. فيسبوك زاروا من أجمل ما بنسيت في مع شركة الديزاين في العالم، شركة أسترالية عيطت لي قال لي نعملوا نبدأ في الجامعة تاع الملك عبد الله في السعودية، واخترنا ان المسجد تكون التصميم. قلت له ما نكتبش وساعدين، يعرفوا شغلي يعرفوا في مطار جده ومطار الرياض. ابقى صممت موجود في صممت المسجد كامل. اي صممت الفكره بتاع بالحروف والدحت نفس الشيء كما الاليكسو على حسب تقريب الاليكسو لكن بالنحت دحت فوق الزجاج. تجربة المسجد طورت وغيرت على النمط المعهود لأنه حتى المأذنة غيرتها والقبة لا قبة لا، أما السمعة الخام بالبرل ونحيت عادة يحطوا الكعابر ثلاثة قلت كعابر سمحني شو والهلال يربزوا فيهم أشياء فنديا غيرت الفكره هذه وتقبلت بالطرف المسؤولي فنديا غيرت الفكره. باهي. ارخام وفي الليل في الليل تراها كل تشعل كاينه قطعة صياغه. ما شاء الله. وجماعه فيسبوك شافوا المسجد ويعرفوا الشركه الاستراليه وقالوا بدنا نلقاو التونسي دبر عليهم. كي عيطوا لي قلت له وين وصلتوا؟ قالوا لي البنا تبنات وبرشا فن، خاطر جماعه فيسبوك مديرها قال نحب نبني بني كلها فن، الكرسي الطاوله الحيط السقف الدنيا كل شيء فن فوق جزيره. قعدت مده بصراحه نخمم، وبما اني خدمت عندنا في من شاف في تونس في البحيره عندي فما بلاص يسمى فيتراي فرنسا
خدمة الزجاج في أعلى مستوى في أوروبا. هاو هوني بوجودي ومتعنا لتكم. واقترحت عليهم حبيت نطلع بطلعة جديدة مع الأمريكان عندهم إمكانيات نتكلم على التقنيات. قلت نحب نخدم الحروف باللازر. وقت اللي بدأوا يتكلموا ترى الحروف تحوس يعني كتبت جريدة أمريكية عفوا كتبت جريدة أمريكية الحرف التونسي الخط التونسي في قلب أمريكا. الحرف التونسي في قلب أمريكا، الحرف التونسي في المجوهرات، نفس العملية في المجوهرات، الحرف التونسي في الزرابي المبثوثة، الحرف التونسي في الستائر، في الأقمشة، في الملابس. يعني فما دي ديفيلي عملت مع الملابس النسائية اللي منمقة ويزوقها الحرف. الحرف التونسي غزاء برشا فضاءات. مش عطيناه السلطنة. الحرف عطيت. الحرف سلطان وانت سلطان الحرف، لكن سلطان الحرف نحسك عندك زادة جانب روحاني كبير. ممكن معروف انك جدك اللي هو سيدي عبد العزيز بالمرسى، سيدي عبد العزيز المهداوي، والى اي مدى تكتسب؟ لانك عندك يقولوا لي عندما يرسم يدخل اون ترانس، يدخل في عالم اخر، في هدوء رهيب، في اتقان، في معناها حالة خاصة جدا. احكي لي على هالعالم الروحاني اللي تعيش فيه. عادي والله عادي. علاش استعملت كلمة رسام؟ رسام انسان في المجتمع بتاعه يكون واعي باشياء دولاب البلاد، سوق البلاد، اقتصاد البلاد، سياسة البلاد، ويعيش عنده مسؤولية مع ضميره، يكون شاهد في لعبة يحتمل مجنونة وينتج شباب يديه. ماهوش مطلوب منه باش يحكي على هموم كذا أو كذا، يجب يكون في الطليعة بتاع الخلق والإبداع ويساهم في الدولاب الثقافي بتاع البلاد. أقعد. أما الجانب الروحاني اللي تكلمت عليه هو الفن بنفسه يكون ولا ما يكونش روحاني، بقى هذا الجانب الفلسفي من الأحسن. كي نسمع ناس توا يتعدى بصراحة مع كامل احترامي الأصدقاء مانيش نسميهم مغني هكذا يتكلم يقول لك والله غني صوفي، ليست عملية سهلة. كيف تقول غني صوفي أو ننتبه للصوفية؟ ما هيش سهلة ماهيش تلف هندي عملية سهلة قال شو تخمر. نو مش هكا. فما كتب ويتعمق واحد ويحاول يفهم. هنا في نجيل المهداوي ضيفي هذا المساء، سلطان الحرف الحروفي الرسام، سفيرنا للإبداع، سفير تونسي للإبداع، لو ماتر لو سيتويان دو موند. الألقاب كثيرة اللي يلتقوها عليك. نجيل المهداوي اللي مراوش لوحاته تتشري من وزارة الثقافة، مرحبا. اللي مراوش فنه يدرس في كليات الفنون الجميلة بتونس. نجيل المهداوي الذي صنع لنفسه مدرسة خاصة به، تاركا كل المدارس الكلاسيكية العالمية التي يتناحر الجميع ويتهافتون للانضواء تحتها والإلمام بتفاصيلها. تلميذ أزلي. كلمة فقط، كلمة ونختم اللقاء. على كلمة العالم، بعد ما صممنا فوق الطيارة الأولى البوينغ، كنت في فيكتوريا في لندن، هم اللي بشدوا، قالوا لي ايش بيك ما توقعش التوقيع؟ لوجنا على مكان فوق الطيارة ما جاش البالي، ما نحبش الوقع. كتبت نجاة، ايدي تشالت، ما عادش نجاة المهداوي، نجاة تونس. وتجي فوق الباب توا كي تاخذ في الطياره في ابو ظبي ولا في بومباي يلقى نجاة تونس. خلاص. بعد هذه الكلمات اجمل توقيع. نجاة تونس ربي فضلك، اعتز بصداقتك واعتز بتعرف عليك واعتز بمرورك في قهوه عربي. بارك الله فيك. يا حاج. هكذا اذا ناتي لنهايه هذا اللقاء مشاهدينا، ان شاء الله استمتعتوا كيفي وكيف الفريق الحاضر معنا بهذا اللقاء. اذا التقي واياكم باذن الله تعالى الاسبوع المقبل في فنجان قهوه جديد. الى اللقاء.